شفنا كانت ساخنة بأن المحامون ديالنا جبدوا بعض المؤسسات اللي ربما غيكون التعويض ديالنا، لأننا كما كنشوفوا كنشوفوا بأن الوردي ما عندوش الفلوس. كنظنوا بعض المؤسسات عن التجؤ لهم باش يعطيونا التعويض كمؤسسة ديال النوطير، لأن النوطير هو المسؤول الأول. كما كانش النوطير كانت عتوقف في 7 ولا في 8 ديال الضحايا. الوراق فاش كيجيو النوطير وكيكون عنده عقود كان خاصو ضروري بانه يمشي يقلب على 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 العقارات اللي كيجيب له هذا السيد. النهار الاول هو قال لك بان النوطير حتى هو من النوطير حتى هو الوردي ضحك عليه بانه ما كيوثقش العقود بان هذه الارض ولا هذه، كان بانه كيحفظ عنده الاوراق، وهاد الاوراق ديال الضحايا اللي كيحفظهم عنده ماشي قانونيه، لاقتاش ما خصوش هو يكون كتحفيظ عنده الاوراق، هو يا كموثق بانه مسؤول باننا مشينا عنده سولنا على الارض وعلى خاصو ضروري انه يوثق لنا العقود ديالنا. اول شيء هي المؤسسه ديال لي نوطير، المؤسسه ديال لي نوطير حنا عنتابعوها. المحامون ديالنا كيقول لك هي المسؤول الاول. ثاني شيء من البنك المؤسسه ديال البنك كانت متهربه، كان والي البنك في اول في البدايه كان خرج بتصريح بانه منصوب عليه من طرف الوردي. اذا عنتبعوا البنك، لان البنك لا يعقل انك تدخل 100 مليون 200 مليون يوميا وكتخرج يوميا 100 مليون 200 مليون اسبيس. اذا علاش هاد الناس مسؤولين على هاد لابونك، علاش ما كيسولوش على هاد الفلوس فين كتخرج فين كتمشي؟ البنك كيعطي كيعطي السيد اللي نصب علينا كيعطيه الكريدي 40 مليار 20 مليار 30 مليار، لا هو ولا اصحاب الاراضي ما تيسولش هو على هاد الاراضي. واش حنايا كنمشيو كنبغيو ناخذ واحد في لابونك ناخذ واحد السلف، خاصك تجيبي ما هي وما لونها وتجيب الوسائل كامله وتجيب العقارات، ولا عطاك مليون ولا جوج المليون. كيف يعقل هذا السيد ما عنده ولا شركه وما عنده ولا عقار وكيجي وكيقول لك احقه راه عطاه 40 مليار وعطاه؟ بالنسبه لينا حنايا على لي بان بوسكوره، لي بان بوسكوره صاحب الارض، لي بان بوسكوره بن سوده كينوض كيقول لك احقه انا منصوب عليا من طرف توا مطالب بالحق المدني من طرف الوردي، رغم انه عنده لي بانو كيقول لك انا راه ما عرفتش انا كان كيبيع وانا ما عارفش ضحايا باب دارنا عنده قداش لي بانو باب دارنا. تينوض تيقول لك انا يعطيته عي باش يكون مقاول، تصدق بدا كيبيع وهو راه صاحب المشروع لي بان دو بوسكوره راه ديال بن سوده راه ماشي ديال الوردي نهائيا، راه لا علاقه ما بين الوردي وما بين بن سوده، راه بن سوده لي بان دو بوسكوره ديال بن سوده فعلا. عي كان عنده كان مقاول ديال بن سوده الوردي. كاين اربعه ديال الفيلات قال لك حكا اربعه د الفيلات عطيتهم باش يديرهم تاع هما، يا عنده دابا تقريبا جوج ديال الفيلات وحدين اخرين اللي مبنيين وثلاثه د الفيلات على طور البناء. اذا هاد بن سوده اللي كيقول لك انا منصوب عليا، كيفاش منصوب عليه؟ هو كيطلع وكيدير كيقول لك انا عمرني ما شفتو كيبيع، هو عنده لي بانو من طنجه حتى للقويره وعنده في المشروع ديال جلوريا لي بانو كاملين ديال باب دارنا وكيقول لك انا الوردي نصب عليا. إذن هذا واحد ثاني واحد الطرف ديال من أصحاب الأراضي باغي يتسلت وباغي يخرج من القضية، وأصحاب الأراضي كلهم كيقول لك أحق منصوب علينا. هاد الوردي أنا بغيت نشوف هاد الوردي واش خيال واش شيطان واش كلشي نصب عليه، نصب على والي البنك، نصب على النوطير، نصب على لي سناب. الناس مشينا حتى لبرا ودرنا شنو سميتو حطينا المسائل ديالنا وتنبيعوا، كيفاش أنت حاط واحد المشروع وكتبيع فيه وما عارش بان هذا الشيء راه كله وهم؟ زيدوا الجماعات مؤسسات ضروري وضروري، درنا التوثيق في الجماعه، نضنا درنا التوثيق في كيف يعقل اننا انا ما نثقش بالجماعه دايره التوثيق ديالي على الورقه ديال النوطير؟ نزيدوا نوليو ثاني نمشيو العماله ديال بوسكوره حدا لي بيغو. انت الا بنيتي يا جوره تيجي يدق عليك، وانت عندك مشاريع تقريبا كلها ديال الوردي في بوسكوره وما شافها لا عامل كيدوز عليها كل صباح، ما شافها لا جماعه. كنمشيو كنشوفوا حنايا لي بلان في الجماعه، كنصيبوا حنا لي بان دو بوسكوره كاينه 32 قطار وغلوريا عندها 4 ديال القطارات. انا من الناس اللي سولت قلت ليه راه دابا تنسمع انا النصب وهادي وهادي راه فلوسي مشات ليا، كيقول لك لي بان دو بوسكوره حقيقي لقيتاش المقاول معروف وما يمكنش المقاول ديال لي بان دو بوسكوره عينصب على الناس.
حنا المحكمه اليوم شنو المحكمه؟ هادو هما هاد الخلاصه هي ديال المحكمه. المؤسسات لها دخل كبير واصحاب الاراضي لهم دخل كبير، وكما كانش الموثق وكما كانش البنك كنظن ان هاد الضحايا ما وصلوش لهاد العدد. غيكونوا 7 ولا 8 غيجيو عند الموثق غيقول لهم هاد الشيء راه كله ما كاينش ما منوش، وغنقدروا تكونوا بعدا واحد الضحايا شويه. المحكمة اليوم أجلت قضية عاوتاني إمتى؟ تأجلت المحكمة، كنت معاكم ما شفتش فوكاش تأجلت المحكمة، وإن شاء الله بإذن الله كنتمنى من جلالة الملك هو اللي يقدر يحل لنا هذا، حيت نصبة كبيرة والأطراف منهم لي بان دو بوسكورة أطراف كبيرة، واحد المقاول اللي كيقول لك عنده في لي بان دو بوسكورة 260 مليار جايب المحامون ديالو كل واحد ب 30 ولا ب 40 ولا 50 مليون. كيفاش الضحايا مساكن اللي كيعطيو المحامي 2 مليون مليون؟ غنقدروا حنايا غنقدروا نشوفوا مع هذا المحامون. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.